شركة لافارج هولتسيم بولاية المسيلة اليوم عملية تصدير ل17,000 طن من الإسمنت الرمادي على مستوى ميناء جنجن بجيجل نحو إفريقيا الغربية حسب ما أفاد به بيان للمجمع. وتنتج هذه العملية السابعة من نوعها للمجمع منذ ديسمبر 2017 ضمن هدف مجمع لافارج هولتسيم الجزائر الذي يسعى إلى تصدير 2 مليون طن من الإسمنت في 2020، وكذا في إطار خطة وطنية طموحة ترمي إلى تصدير 5 مليون طن من الإسمنت سنويا. وأكد مجمع لافارج هولتسيم الجزائر أنه من خلال هذه العمليات المستمرة للتصدير يؤكد التزامه المتواصل والتام لمساهمة في تنويع مداخل البلاد خارج المحروقات. يذكر أن الشركة أجرت 6 عمليات تصدير نحو إفريقيا الغربية من بينها الأخيرة التي أجريت في ماي الجاري والتي شملت تصدير 8,000 طن من الإسمنت الرمادي. في موضوع آخر، قالت إدارة